وللوقوف بشكل مفصل على إعلان قوات سوريا الديمقراطية النصر الكامل على داعش في البغوز، معنا عبر الهاتف مراسلتنا روناك شيخي. روناك، أهلا بك. بعد التردد روناك لدى قوات سوريا الديمقراطية قبل إعلان النصر التام على داعش، ما الذي تغير بالفعل على الأرض حتى يتم إعلان القضاء على داعش بنسبة 100%؟ نعم، حتى ليل البارحة متأخرا كانت قوات سوريا الديمقراطية تقوم بتمشيط المنطقة، تقوم برمي القنابل الضوئية لاستكشاف أي من العناصر المتبقين داخل مخيم الباغوز. حتى الآن أيضا لم يتم تنظيف المخيم بشكل نهائي، لا زال هناك بعض العناصر المختبئين داخل الأنفاق. قوات سوريا الديمقراطية حاولت جهدها لتمشيط المنطقة بشكل كامل، ولكن المتبقين عددهم صغير جدا. لذلك قررت قوات سوريا الديمقراطية أن تعلن النصر النهائي اليوم، أن تعلن أن بلدة الباغوز محررة بالكامل اليوم. مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية تحدث عن تجديد العهد على مواصلة الحرب وملاحقة فلول داعش حتى القضاء التام عليهم، يعني أين بالتحديد يتم الآن الحديث عن فلول التنظيم؟ طبعا تنظيم داعش لم ينتهي نهائيا بهذا الإعلان، لا زالت خلاياه النائمة تعمل داخل البلدات والمدن التي كان يسيطر عليها سابقا. قوات سوريا الديمقراطية ستحاول جهدها في الأيام المقبلة أن تقوم بتنظيف هذه البلدات من الخلايا النائمة، أيضا أن يتم التخلص من الفكر المتطرف. لا زال هناك الكثير كما قلنا من الخلايا النائمة. قوات سوريا الديمقراطية ستحاول جهدها في الأيام المقبلة التخلص من جميع الخلايا النائمة لينتهي التنظيم بشكل جدي. روناك، من مكانك وبعد إعلان النصر، هل هناك حديث أو معلومات عن الخطوة القادمة لقوات سوريا الديمقراطية الآن؟ على ماذا ستركز هذه القوات من موقعها وماذا ستكون أهدافها الآن يعني؟ طبعا إلى الآن ننتظر الإعلان، ننتظر الخطوات القادمة التي سيعلنون عنها، ولكن كما أسلفنا الآن التركيز سيكون على تنظيف المنطقة الآن حاليا بشكل كامل، تنظيف كامل منطقة شرق الفرات من تنظيم داعش بشكل نهائي. نعم، شكرا جزيلا لك روناك شيخي مراسلتنا من